السلام عليكم. اليوم ان شاء الله مباشره من المرجان فيديو جديد. غادي تشوفوا معايا الهميزات اللي جايبه لنا مرجان. شفتوا معايا عندنا هاد الكاسرون هادي غرانيت ثقيله فيها هاد الصفايه هادي، جا الحجم ديالها كبيره شويه خارقه مزيان. بالنسبه للثمن ديال اللي هاد 79 درهم. كاينه هاد الاله اليدويه ديال الحوت ديال اي حاجه لا مارك لا ماكوم، نقدروا نستعملوها حتى في مطيشات، نطحنوا بها مطيشه اي حاجه. يجي مع هذيك واحد البانيو ديال اينوكس كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للثمن ديال 79 درهم. كاين هاد المقيلات هادو اللي جاو ثلاثه بهم من الصغيره حتى الكبيره كيف ما شفتوا معايا، كاين فيهم هاد اللون البلو مارين وهاد اللون هذا غادي اللون ديال انوي من الصغيره حتى الكبيره، كاين الصغيره متوسطه والكبيره. بالنسبه للثمن ديال ليها 119 درهم، من بعد ما كانت 189 درهم. غادي ندوزو لهاد المخدات اللي عامل باللاوات جوج، بالنسبه للاوات اللي فيهم عامل مزيان. غادي نشوف معكم وحده مفتوحه. بالنسبه للثمن ديالهم 89 درهم. دي فيهم تخفيض كانوا ب 50 درهم الوحده كيف ما شفتوا معايا، اللاوات عامر فيه مزيان. كذلك غادي نشوفوا هاد الجبيبنات هادو اللي جات فيهم هاد الزواق على هاد الشكل هذا، داير ليهم 20 درهم. وكاين هاد الديكوراسيون في هاد اللي جا في هاد الشكل اخر، بالنسبه هادو الثمن داير ليهم 10 دراهم. غادي نشوفوا هاد الطبيصلات هادو اللي جا اللون ديالهم على شكل اللون كري، كذلك الثمن داير ليهم 25 درهم. غادي نشوفوا هاد الطبيصلات هادو اللي جاو الزواقه ديالهم بحال جبيبنات، عفوا جبيبنات اللي شاركت معكم من قبل. هادو بالنسبه للثمن ديال اللي هم 35 درهم. كاين هاد الشكل اخر اللي فيه نجيمات، نقدروا ناخذوا سيفيس على هاد الشكل هذا اولا ناخذوا داك الشكل اللي شاركت معكم من قبل فيه في الوريدات حتى هو في الجناب. كاين هاد جبيبنات ديال الزاج والغلاقه ديالهم ديال البلاستيك، داير ليهم 10 درهم. وكذلك غادي نشوفوا هاد الطبيصات اللي دايرين 15 درهم. كاين هاد السيرفيس هذا ديال لي طاس مع الطبيصله ديالهم صغار ديال القهوة، كاين 6 ديال لي طاس مع 6 ديال الطبيصلات، ديالهم 65 درهم بعد ما كانوا 149 درهم. كذلك غادي نشوفو هاد الطبيصلات لي جاو على شكل مستطيل، فيهم هاد الزواقة على شكل نوار الشمس، صراحة اللوينات فيها زوينين، ديال 24 درهم بعد ما كانت 31 درهم. كاين هاد الشكل هذا اللي جا فيه هاد الشكل هذا صراحة رائع في الجناب، ديالهم 22 درهم بعد ما كانوا ب 31 درهم. كذلك غادي نشوفوا هاد الطبيصلات اللي جاوا على شكل اوفال، هادو ديالهم 31 درهم، ما داروش فيهم تخفيض. هاد التويصلات اللي جاوا على شكل اوفال باقي ما نقصوش فيهم.
كذلك غنشوفوا هاد الزواقه الاخرى اللي داير ليها 24 درهم بعد ما كانت 29 درهم. كاينه هاد التبسلات اللي جاو دائرين على هاد الشكل هذا ديالهم 45 درهم. صراحه هادو زايدين فيهم شي شويه، باقي ما نقصوش ديك البرومو مزيان فيهم، يعني ناقصين شي حاجه قليله. ديالهم 59 درهم بعد ما كانوا 45 درهم، هادو باقيين شي شويه شادين الثمن. والمويان ديالهم دايرين 35 درهم. كاين هاد الشكل اخر جاو على شكل مربع. كذلك غادي نشوفوا هاد الشكل اخر على حساب الزواقه اللي بغى ياخذ سيرفيس في كل نوع. كذلك غنشوفوا هاد لي طاس مع التويسلات ديالهم ديال القهوه اللي الزواقه ديال جات ديالهم عفوا ديال طاز الحساب. صراحه هادو اللي شي شويه شادين الثمن، ولكن الديكوراسيون ديالهم رائع. صراحه هذا التبصيل الكبير ديالهم ديال 149 درهم، وهذا جا شويه غارق. صراحه كاع زوينين، مثلا اللي بغى ياخذ سيرفيس فيهم كاملين غير هو غادي يتقام عليه شي شويه غالي. هادو باقي ما داروش فيهم تخفيضات. كيف ما شفتوا معايا كاين فيهم حتى التبصلات الصغار، هما صراحه داين الثمن، ولكن الديكور ديالهم زوين. غادي نشوفوا هاد التبصلات اللي جاوا على هاد الشكل هذا، هادو دايرين 18 درهم. كاينه هاد النوعيه الاخرى اللي جات مرخمه على هاد الشكل هذا، هادو دايرين 14 درهم. صراحه جايبين تخفيضات زوينين في الاواني، في التبصلات، في البلاطويات، في الكيسان، في كل شيء. هذوك اللي مازال كيف ما قلت لكم اللي باقي ما جاوش فيهم تخفيضات، اكيد غادي يديروا فيهم تخفيضات من هنا لراس العام ان شاء الله، تيكونوا جميع المنتوجات وجميع الاواني تيديروا لهم تخفيضات. كاين هذا الشكل هذا ديال 10 دراهم، كذلك هذا الشكل هذا كنت شاركته معكم بشحال هادي، هادو داير لهم 11 درهم. كاين فيهم البيض وكاين فيهم هاد اللون الاسود، هادو جاو شويه غارقين. هادو داير لهم 15 درهم بعد ما كانوا ب 19 درهم. غادي ندوزو نشوفو هاد البلاطويات هادو ديال البلاستيك. صراحة البلاستيك ديالهم زوين، أنا في اللول ما كنسحبهمش بلاستيك حتى لمستهم بيديا صتهم بأنهم راهم بلاستيك. عاطين واحد الديكور زوين ما بيناش عليهم، كاين فيهم جميع اللوينات. داير ليهم 29 درهم بعد ما كانوا 49 درهم. فيهم الدايرين وفيهم هادو اللي جاو على هاد الشكل هذا مستطيل، فيهم حتى هاد الشكل هاد المرخم هذا تيبان رائع. كذلك غادي نشوفوا هاد الطبيصلات هادو حتى هما راهم ديال البلاستيك، جاو على شكل اللون ديال الخشب. داير ليهم 19 درهم بعد ما كانوا 39 درهم. غادي نشوفوا هاد البلاطويات هادو حتى هما صراحه هادو رائعين بزاف. شفتوا معايا صراحه الديزاين اللي جايبين فيه زوين بزاف، كاين فيه هاد الشكل وكاين فيه هاد الشكل هذا ديال هاد الوريضه هادي. صراحه مبهجين عاطين واحد اللون رائع. هادو بالنسبه للثمن ديال ليهم 49 درهم. كذلك كاين هاد الزليفات هادو دايرين ليهم 14 درهم بعد ما كانوا ب 29 درهم ديال لاسوب. نقدروا نديرو فيهم حتى لي سلطات فخوي تيجيو فيهم زوينين.
على حسب، حيت الحجم ديالهم شويه كبير. هاد ديالهم 9 دراهم، كاع اللوينات فيهم صراحه زوينين. هادو ديالهم 11 درهم. كاين هاد التبصلات هادو ديالهم 15 درهم ديال الزاج، وكاين هاد الزليفات هادو اللي فيهم الالوان، فيهم هاد الخضيضر اللي شاركت معكم. وغادي نشوفوا اللوينات كاع اللي فيهم. كاين فيهم هاد البلو هذا، وكاين فيهم هاد الماغو، وكاين فيهم هاد الخضيضر هذا ديال اليوم 20 درهم. كذلك غادي نشوفوا هاد الكاسرونات هادو ديال لينوكس. كاين فيهم الصغار ديال اللي هم 35 درهم، والكبار ديال اللي هم 39 درهم. كبار منهم غير شويه ماشي بزاف باش مفوتين عليهم. كذلك غادي نشارك معكم هاد السبتات ديال الكوزينه. فيهم صراحه اللوينات كاملين تيحمقوا، وحتى الجوب ديالهم خيط. ديال لهم 15 درهم. وانتم وصلتوا حتى لهنا، ما تنساونيش باللايك ديالكم والتعليق الزوينه باش تعم الفائده للجميع. مابقى لي الا نقول لكم بالسلامة عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.